الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى اصحابتي الكرام ال بيتي العظام المستكملين الشرفاء وبعد الى الرقاء من مسند الدرمي. قلنا نحن نسير قدما الى ان ننتهي من كتاب الرقاء غدا او بعد غد ان شاء الله, وبعده بابان في الميراث ويكون الرقاء الميراث الفرائض فضائل القران ابواب ثلاثه أو كتب ثلاثة فضلات تكون انتهت من كتب سنن الدارمي. سنن الدارمي المقدمة وحدها طويلة جدا والله الحمد والمنة, الآن ربع العبادات أصلا في سنن الدارمي قد انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المبعوثين رحمة العالمين. اللهم اغفر لنا وشيخنا واجمعنا به مع النبي عليه الصلاة والسلام. وما زلنا مع سنن الدارمي كتاب الرقاق باب في أشجار الجنة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وقراء شئتم وظل ممدود. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن أبي الضحاك أنه قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها هي شجرة الخلد. هذه الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الجنة شجرة قيل طوبة وقيل هي سدرة المنتهى على ما ذكر الله جل وعلا, أو شجرة الخلد يسير الراكب فيها في ظلها, أيمشي الراكب بركوبته في ظلها ونعيمها وظلها وناحيتها. في رواية صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري يسير راكب الجواد المضمر السريع 100 عام, الخيل جواد أجاويد الخيل تسير فيها يعني بسرعة 100 عام لا يقطع. كيف تكون؟ ما هي أوراقها؟ كيف ظلها الوارف؟ كيف ساقه؟ حقيقة الأمر كما قلنا الأمر في الجنة أمر لا يتصوره عقل, ما خطر على قلب بشر. قال يسير الراكب في ظلها, والمقصود بظلها كان فيها أنه يمشي في ظلها 100 عام ولا ينتهي إلى منتهى أغصانها ولا يصل إلى نهايتها مع سير هذه المدة مبالغة في امتداد ظلها. والله تعالى قد قالها إجمالا في الكتاب وظل ممدود, فالجنة كلها ظل لا شمس معه, وليس هو ظل الشمس بل ظل يخلقه الله جل وعلا, ولا فالظل في عرف الدنيا هو ما يقيها من حر الشمس وأذاها. قد قال تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا, الجنة كلها نعيم كلها نعيم, ما في أي شيء يخلق الإنسان بحال من الأحوال, لا عرق المسك فقط يرشح رشح. قد قال المراد بالظل هو ما يقابل شعر الشمس ومنه ما بين ظهور الصبح إلى طلوع الشمس, وقال ظل وظل ممدود. شوف التشويق إلى الجنة فقط أنه يعني يصف لكم شجرة من شجر الجنة كيف يسير فيها أجاويد الخيل 100 عام, هذا أعده الله جل وعلا للمؤمنين الصالحين. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. تفضل. قال رحمه الله تعالى باب في العجوة. قال رحمه الله أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عباد هو ابن منصور قال سمعت شهر بن حوشب يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. سبحان الله, العجوة هذه من الجنة أصلها يعني, ولكن هذه العجوة بين أيدينا ليست عجوة الجنة لكنها نوع من تمر المدينة يضرب إلى السواد من غرس النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة. قال المنوي يعني هذه العجوة تشبه عجوة الجنة في الشكل والاسم لا في اللذة والطعم. قلنا ما بين الجنة وبين الدنيا إيش؟ اتفاق في الاسم فقط لا في المعنى. والمقصود فضل بيان العجوة على سائر أنواع التمر لأنها من أنفع تمر الحجاز على الإطلاق, وسنف كريم ملذذ متين الجسم يعني مقوي له من أن التمر أطيبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بيان أنا من عجوة المدينة سبعة من عجل المدينة الله تعالى يقي به من السحر, ولذلك قال فيها شفاء من السم
ما لخاصية هذه النوع أو ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة، يعني أدنى أصلها من الجنة، لأن طعام الجنة يزيل الأذى والتعب، وأن الطيب وأن لطيب طعامها وما فيها من منفعة كأنها من الجنة. يريد ذلك المبالغة في الاقتصاد بالمنفعة والبركة والعجوة أجود أنواع التمر، والمراد بها هنا إما العجوة مطلقا أو عجوة المدينة خاصة، وفيها شفاء من السم تعالج السم مباشرة. حقا أن عجوة المدينة قيل فيها الله جعلها شفاء من السحر وأيضا من السم، وقد يقال بعموم العجوة، لكن هو لما أراد أن يبين أن العجوة فيها الخير يعني بين أن في الجنة عجوة، وكما قلنا كما في الجنة موز أيضا في الدنيا موز، في الجنة تفاح في الدنيا تفاح، لكن الفارق المعنى الرسم. فنعم المعنى. شوف طب نساء الجنة نتكلم عنها، نساء الدنيا أنت لازم كل شهر تتعطل عنها، وأيضا في نساء الدنيا قد تعكر صفوك بالنظرة مش بالكلام، أما نساء الجنة أنت ترى مخ ساقها من إيش يعني من لحمها من شدة بياضها، وتسمع صوتها وهي تغني كأن الدنيا بأسرها قد امتلكتها وكانت في كانت في الجنة أصلا. نعيم ليس بعده نعيم، ها وإيه طبعا، لكن الحقيقة مكافأة الله للمرأة الصالحة أنه يجعلها أفضل من حورها، هذه مكافأة الله للمرأة الصالحة. أما هذا كله بيان ما في الجنة من أعاجيب ومن نعائم قد أنعم الله بها على عباده. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة ما بين الجنة والدنيا الأسماء، فقط اتفاق في الأسماء، كرامة المؤمنين على الله أن أنشأ لهم مثل هذه الجنة وغرس كرامتهم بيده سبحانه جل في علاه، صحة القياس أنه قال التمر العجوة عجوة المدينة أو عجوة عموما يقيس بها عجوة إيش الجنة، على أساس أنه يقول وإن كانت العجوة عندكم في الدنيا هي أطيب التمر فالعجوة في الجنة أيضا أطيب التمر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.